دمشق العميد علي مقصود الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، يعني هناك سباق محموم كان بين أطراف عدة متنازعة للسيطرة على دير الزور وطرد داعش، ما الذي جعل الجيش السوري يحظى بالحظ الأوفر أو بالنصيب الأعلى في النجاح في هذه المعركة؟ أولا أتوجه للأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بعيد الأضحى المبارك عبر قناتكم الكريمة التي تمثل وتضيء ذاكرة الأمة بما تقدمه من برامج. لا شك بأن معركة البادية السورية والتي وضع لها ثلاثة مراحل في الحقيقة كانت اليد العليا هي للجيش العربي السوري والقوة الحليفة والرديفة، حيث بدأ بالمرحلة الأولى بإغلاق الحدود السورية الأردنية وأيضا التقدم سريعا عبر معبر أو محور التنف ليصل إلى الحدود العراقية وبالتالي يقطع الطريق على قوات التحالف الأمريكي وأدواتها في الميدان، وأيضا عبر الزاوية الشمالية أي الزاوية الجنوبية للرقة التي تركت مفتوحة من قبل أمريكا وحلفائها أمام الدواعش ليستهدفوا الجيش. الجيش الذي نفذ فعلا هذه العمليات على أكثر من محور، ثلاثة محاور، نفذها بمهنية عالية واستراتيجية رفيعة المستوى، حيث كان ينفذ عمليات تقدم وبنفس الوقت يترك السؤال الآن سيادة العميد، يعني بعد السيطرة على دير الزور وإعلان، يعني إذا ما تم إعلان تحرير دير الزور بالكامل من داعش، من سيملأ هذا الفراغ الموجود في دير الزور؟ الجيش العربي السوري، وأنا أتكلم عندما تغلق البوابات الجنوبية على الحدود مع الأردن وتصبح عبارة عن حاجز أمام أي سيناريو إن كان من الإرهابيين أو من قبل الدول المشغلة لها، وكذلك الجنوب والغرب. نحن حاليا نعيش المرحلة الأخيرة في الريف الشرقي لحمص وحماه والذي يرتبط بالريف الجنوبي لمدينة الرقة، أي هذا المثلث الممتد من تدمر حتى الرصافة بمساحة تزيد عن 3000 كيلو متر مربع، لم يبقى إلا عقدة عقير بات التي تمثل معقلا يوازي السخنة، وحاليا محاصر وبدأ الجيش باقتحامه، وخلال ساعات سيسقط هذا المعقل. والجيش نشر قواته العملياتية في وضعية هجومية أيضا عبر قوس من ثلاثة اتجاهات الزاوية. يعني هذه التطورات الميدانية على الساحة السورية تعكس حقيقة قوة الجيش في على الأرض، يعني الجيش يقترب من إنهاء معركته في دير الزور بعد تدمر، وهو ما سينعكس بالتأكيد على مناطق أخرى. كيف ستنعكس هذه الانتصارات على الأرض على المفاوضات السياسية بين المعارضة؟ لا شك بأننا عندما نتحدث عن انتصار استراتيجي ومعركة دير الزور عمليا بدأت عندما تقوم أمريكا تحت ذريعة أنها تستهدف الدواعش الذين خرجوا من القلمون الغربي باتجاه البوكمال، تستهدف المواقع في التيتو حيث وصل الجيش إلى محيط التيتو على طريق البوكمال. فأنا بتقديري هذا التحول الكبير في الميدان العسكري الاستراتيجي سينعكس على المسار السياسي راسما المفاوضات وراسما لمعالم هذه السياسة وفقا لهذه الانتصارات والإنجازات الميدانية. فالقيادة السورية ومعها الحلفاء في الحقيقة امتلكوا المهارة في تحويل عوامل القوة الكامنة على كل الجبهات، إن كانت عسكرية أو سياسية أو سيكولوجية معنوية وحتى الفكرية. أشكرك جزيلا سيادة العميد. شكرا جزيلا لك، وأتأسف عن المقاطعة. العميد علي مقصود الخبير العسكري والاستراتيجي.